السلام عليكم. بما انه انا موقف فيديوهات صار لي هوايه، اليوم راح اخذكم بجوله بمكان تتعرفون عليه. دائما احاول انزل فيديوهات على مود ادليكم مكانات حلوه ببغداد، مكانات تستفادون منها ونبين بغداد حلوه. يعني امشوا وياي. احلى شيء ببغداد من ما تلقى بارك تروح تطبق سيارتك بعيد تحطها هناك كلش. طبعا احنا بغداد ما عندنا شيء اسمه ريادة اعمال، ماكو شيء اسمه دعم للشباب ودعم لتطوير شغلهم وتطوير اشياءهم. المكان اللي انا رايح له يعتبر هو الاول في ريادة الاعمال، يخليك تبدي مشروعك الصغير باقل تكاليف باقل اشياء، وبنفس الوقت هو ملتقى تقدر تلتقوا ويا ناس مبدعين، احتمال تستفاد من خبراتهم، واكو بي وركشوب. كان السبب ذولا وذاك بعذر عذرك وصل معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب، مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي عتب. شنو احنا وصلنا لهذا المكان، طبعا طرقنا السيارة هناك وراح اشوفكم احنا وين. احنا بمكان اسمه المحطة. يم اول شخص اسمه حمزوز حيدر، تلقوه هنا بالمحطة. شو رايك حيدوري؟ شدوس. زين، شو رايك حبيبي؟ طبعا داجي اشوف للعالم هذا المكان اللي هو المحطة، وهاي التفاصيل وتشوفون هنا هذا اللوجو مال المحطة، وراح نسولف لكم فد شوية هاي الشنية هذه. طبعا هذا المكان يلتقون به الناس اللي هم يعني يلتقون بالمحطة، فما يشوفون واحد الاخ يشوفون يلفون نفسهم بالمحطة هنا. زين، اشتغلك يوسف؟ اكو واحد بالش اسمه ببرنامج على التلفزيون يقول سيلو سؤال يقول له خالتي شكرا. وهذا شيد المشكلة. زين، هو شنو بالبيت وداخله بيت؟ خالتي شو توجه رسالة للعالم بالفلوج هذا؟ اتمنى اوجه رسالة مثل ما توجه رسالة للشباب. اي شو تقول؟ بس مو عن طريق الكاميرا. زين، لا شو؟ ورا الكاميرا. طبعا هذا المكان شنو بيه؟ هذا المكان بيه مكتبة كاملة. زين، تقدر تتصفح وتاخذ كتب وتشتري كتب من هنا وتشوفون الحياة، اوكي؟ وتجون هنا تلقون منو؟ جماعة زقاق 13 هم موجودين هنا. هنا تلقون ال شلون مثل ما يسموها، هذا المكان شو يسموه؟ هذا المكان اللي هنا شو يسموه هذا؟ ريسبشن. اوكي، هذا الريسبشن مال المحطة. هذا المكان راح اسولف لكم عليه شنو هو؟ اللي هو سي او وركينج ذا ستيشن. هذا بعدين راح ندخل ونشوف هذا المكان شنو هو. وعندك الشباب هنا قاعدين بهذا الكافيه الخارجي اللي هو مفتوح للكل. هنا تجون تلقون اكو النوتس مال المحطه، مثلا اوقات العمل يكتب لك، مثلا الايفنتس اللي موجوده راح تصير بالمحطه. مثلا اليوم اكو انسن عندهم ايفنت وعندهم سبيكر يحكون. هنا تغير مكان، باش العباره شكلها حلوه، تم تغيير مكان تناول الغداء احتراما للصائمين للطابق العلوي، يعني اللي ما يصوم يصعد فوق احترام المكان. هنا أنا وظيفه شاغره همين تلقى موجود، فهنا هذا البوردات اللي موجوده في هذا المكان هي اعلانات. هنا أنا علي بابا، راح تجون تلقون كل السوالف اللي هي الكولد ساندويتش، ساندويتشات الحار البارد والشغلات. الله يساعدك. عصاير، فواكه، شراب، مي. مي 500 مي. جبنا هاي السوالف ونريد ندفع هنا بالهذي، يعني ندفع فلوس على مود نشتري. ماكو فلوس. شنو ماكو فلوس؟ انا ما نستقبل كاش، لازم نسوي كارت الاستعلامات. زين، تعبي بيه الرصيد. اوكي، ادفع. اوكي، هاي فد شيء خطوه جديده موجوده بالمحطه، بانه انا ما اقدر ادفع فلوس كاش. اوكي، الا شنو؟ هذا الكارت مال المحطه. حلو، اوكي، عاشت ايديك، شكرا. احنا يم الكارت، شنو هذا الكارت؟ يعني شنو فيلمه؟ تعبي فلوسك
عبي فلوس؟ اي رصيدك يعني. اوكي. يبقى بي صرفه منه 1000 تعبيه 5 ورا سنه ورا شهر تجي تستعمله نفسه استعمله يعني هذا بس بالمحطه يشتغل. يشتغل على الكافيه والمكانات اللي باقيه حتى والدرج ها كليتهم حلو بيرفكت. تورا ما اخذنا هذا الكارت راح نروح نشتري الاشياء اللي نريدها. هذا المكان مو اي احد يقدر يدخله. المحطه كليتها افيلبل للناس كليتها عامه بس هذا المكان الا باشتراك شهري تدخل هذا المكان. يكون عندك هيتش كارت وتدخل بيه. دوس هذه فتحت جينا عبرنا هذا المكان. خلينا نشوف هذا المكان. الله هنا راح تستمتعون بالعمل زين. شلون بس انا اقول لكم شلون. هنا تلقى كل مكتب كل شخص جاي لهذا المكان عنده مكتبه يشتغل به مثل ما هو يريد براحته. يشتغل عند الانترنت مالته ببلاش، عندك كهرباء ببلاش، المكتب يقعد به من الصبح لليل همينه بس مو ببلاش كذب. زين مثلا يجي هنا نلقى محمد نزار أو كريزي تاون هذا المكتب مالته والسوالف مالته زين مثلا. اوكي تلقى هنا الشباب كليتها عندهم كل واحد مكتبه هنا بالعطلة بالويك اند هذا مكتبهم هنا زين. تلقى كل شخص موجود هنا عنده تفاصيل عنده شغله عنده مكانه. شوي راح نجي نحكي على تفاصيل هذا المكان. هذا المكان فرصة لكل شاب عنده موهبة عنده شغل وعنده يريد يسوي مكتب أو مكان هو ما يقدر يسوي ما عنده الإمكانية ما يقدر يلتقي ويا ناس ما يقدر يسوي ميتينج. بهذا المكان راح تلقون كل هاي الأشياء سهلة باشتراك يمكن 100-150 دولار بالشهر حسب. هسه راح أنزل لكم كل التفاصيل هذه مالتها لأن بصراحة ما أريد أفتي وأني ما أعرف بالضبط هي شنية. يقدر يصنع شغله ببداية بسيطة. راح يأجر مكتب هنا راح يبدي يشتغل على نفسه يسوي له كلاينتس الكلاينتس يتطور وبعدين الله يوفقه ويفتح شركة. بس القصد منها شنو بأنه هاي المكانات كليتها بيها غرف دائر مداري. هسه راح أشوفكم إياها. هاي الغرف عبارة عن مكاتب تقدر تسوي بها ميتينج ويا الكلاينتس مالتك. عندك مثلا تريد تسوي وركشوب ويا ناس، تريد تنطي محاضرة، تريد تنطي ترينينج. اوكي بالنهاية تقدر بهذا المكان بكل سهولة باشتراك بسيط ويا المحطة. راح تقولوا لي المحطة وين، راح اعطيكم هم تفاصيلها اقول لكم مكانها موقعها وين. صراحة أنا فرحان بهذا المكان لأنه يعني هذا المكان قبل ما ينبني أنا كنت على تواصل ويا صاحب هذا المكان اللي هو مجاهد الويسي. كان دائما يقول لي أنا هيك راح أسوي هيك راح أسوي. كنت أقول معقولة بغداد راح يصير هيك شيء؟ راح ينفتح هيك مكان يطور شغل الشباب؟ لا انفتح بهذا المكان. وهسه راح أفركم همين على أقسام والشغلات اللي موجودة بالمحطة. لأن هذه واحدة من الغرف مال الميتينج روم. اوكي تجي بس مجرد انه تدخل للش اسمه للغرفه وتسوي ميتينج تحط هذه هنا يعني هذا المكان انحجز ما تريد مكتوب افيلبل ناو. شلون تفتحها؟ مجرد تحط هذا الكارت انفتح هذه. هذه الغرفه هي عباره عن اول ميتينج روم. عندك هنا قاعه كبيره وعندك هناك همين غرفه اللي هي دوتش سنتر اللي هي السفارة الهولندية مشاركة أو بدعم من السفارة الهولندية مسوين. ده نسوي فيديو
شنو اي ممنوع ادري قلت لهم ممنوع احد يدخل عشان اطلع ابو حمزه وزوي هذا زين فدول قلبك هنا اذا تريد تطبع وتسوي اكو طابعه موجوده هنا هنا مجودي اجى هنا على صفحه لو مجودي اي مجودي من حقه يدخل لانه ابوه هنا شويه صماخ بالمحطه فما حد يقدر يحكي وياه نجي هنا اكو مكان ثاني هم نحط هايه ونفتح الباب هذه راح نجي نلقى هنا الناس الحشاشه بكل الاشياء والادوات المتوفره على مود واحد يشتغل هنا بشيء عملي مو مجرد يعني نظري الله شنو شو دي دي شنو هسه شو راح اطلع ها سوري دوس هاي الدقمه تطلع هلا والمحطة يابا طبعا هاي القاعات اصلا تتأجر في حال اذا انت كنت يعني ردت تتأجرها في حال عندك دورة او عندك تريننج او عندك اجتماع ويا احد وحتى لو ما كان عندك اشتراك بهذا المكان تقدر تأجر واحدة من القاعات على مود سوي التريننج مالتك شنو بالله بعد هاي دوتش سنتر يلا داتا شو حركات وصبوره ما يقدرون ما يتخيلون حياتهم هنا نجي اكو مكان اكو شغله كلش يعني ممتعه اللي هي هاي خلي اقلب هاي الكاميرا هيك واسوي هيك واقعد هيك اعلام مدفوع الثمن هذا اريكا هاي اللي زقعت عليها عراقيه الصنع اخ هم تقدرون احط لكم اللينك جوا مال اريكا على مود شوفون شنو فيلم هالهاية تشوفون هذا كل اللي شفتكم اياه هذا الاستاذ اللي مسوي شو انا كوجود او ماريا الوردة زين بس قولي شلون مجاهد وشلون ابو ماريا يعني اعطيني المختصر مال الموضوع بلا بشر عيب العالم هنا شلونك حبيبي لا لا المكان يخبل وانا من البداية من كانت قبل ما تسوي الاشياء تخبل بس نطي رسالة صغيرونة على هذا المكان يعني متجاوز 30 ثانية صراحة المحطة هي أكبر من هذا المكان هواية وإن شاء الله بالأشهر الجاية راح تشوفون النتائج إحنا نريد نسوي فد حركة كلش كبيرة باتجاه الشباب يشتغلون بالقطاع الخاص ونشعر أكبر من قضية مكان حلو لطيف وجواء زين فهذا الشغل ثقيل إن شاء الله يلا إن شاء الله حبيبي كل الموفقية ممنون حبيبي مجاهد حبيبي لازم نشوف بالمحطة عم هذا الشارع يعني لازم 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 نشوف عمان لا بس الأشياء جيدة أنسم ومثل الشباب اللي كانوا يسوون الأشياء بعد لازم يروج الأشياء هو يحبها لازم 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 يروج كل المكانات الجميلة معبر جو كتاب خندرة فيصلية محطة كل مكان زين المحطة شنو مصور هذا فتح القلبك زين سؤال اختصر لي 30 ثانية قل لي المحطة شنو ثانية لك المحطة هي مكان لكل واحد عنده قطار يريد يطلع فيه ينطلق إلى النجاح حلو. كل شخص عنده مشروع أعتقد أن المحطة هي مكان يفكر وبعدين ينطلق إلى المشروع الله والله كلمة قوية يلا هسا احنا كنا كنا بالطابق الأول هسا راح نصعد للطابق الثاني طبعا شنو هذه المكتبة اللي اسمها درج زين تلقوها من هنا موجودة شلبت بها اخواني شوف المكان من فوق الله هنا تجون تلقون شبابهم قاعدين طبعا هذول الشباب هلا دعاوي شلونك هذا شو هذا الاستاذ مجودي اللي شفناه قبل شوية زين كان يفرفر جوا العنتين ماكو هيجي شاطرة هنا شبابهم هنا موجودين دي يشتغلون قواكم الله شباب شلونكم هاي صارهم يومين دي يشتغلون هنا ما تدري شنو دي يشتغلون ماسونيات على سوالف ما تدري شنو الوجبه هنا راح نجي هنا الى القاعه هاي القاعه تشيل تقريبا من 250 الى 300 شخص اللي هي قاعه المؤتمرات اللي تصير بهذا المكان انا صقر عبد زكريا واحد من الناس اللي راح يطلعون اليوم ها صقوري هلو شنو الوضع؟ شلون الاحوال؟ سولف لي شنو الوجبه؟ هاي ما لها علاقه بنسم انا بدي احكي على اليوم على المحطه واكتشفت يعني بالصدفه اليوم انسم فانت بكيفك تحكي على المحطه تحكي على انسم على اثنين يعني شو تقول يعني المحطه مو موجودين احنا اليوم زين بس هي يعني مساحه حلوه مساحه جديده نقدر شويه
نقدم اشياء حلوه مو موجودين محرومين. كنا بكوفي هات ذكر نسوي ايه كنا نسوي ايفنتات كلها بالكوفي زين جنجل نايت وشي لي ذكر تخيل كانت مقر صارتنا يعني اليوم هاي المساحه الحلوه اللي هي اسمها المحطه شيء كلش حلو راقي نظيف مرتب شيء ناس تعرف تتعامل بالتنظيم الايفنتات مو تجيب ولزك هاي اهم شغله هذه اهم شغله عشتي ذيك يلا كيف انت وموافق ان شاء الله يلا حياتي هلا اي فنرجع انت شنو قاعد هنا على اساس شنو بس فهمني VIP ما يقدر هنا تلقون شنو الكنترول هنا كليته من مهند محمد فوكس وذول هاي شنو ابو مجود اللي شفتوه هسه جوا زين ابنك اللي شو احكي عليه الحباب كان يفتر جوا هيك احسن منك احسن منك انت انه ده حبيبي شلونك مشتاقين 60 ثانية شنو لا هواي عليك 30 ثانية احكي لي على المحطة شنو هي محطة احنا مكان ببغداد تقدر تقعد تشتغل بيه وتشوف اصدقائك وتشوف اي شخص او تحاول تستفاد من عنده ممكن تستفاد هنا بمجالات البزنس ومجالات التكنولوجيا مجالات الابداع والكرياتيف ممكن حتى تحضر الفعاليات تشارك بيها وتلتقي ويا ناس تسوي مشاركه المعلومات وتبادل الافكار المحطه مكانك شغل مدريد حلو بس يكتون فلوس العالم هنا لو ماكو فلوس لا ماكو فلوس صدق يعني سعادي واحد يجي يلتقي هنا بكيفه كلش عادي باي وقت ما حد راح ياخذ من عنده اي فلس نعم حلو محمد فوق شنو رايك بالخالطه الشقره مال اتمنى تجربيه حمودي سولف لنا شنو الاكتيفيتيز اللي تصير هنا والله احنا يوميا قاعد نقعده ورا الفطور محمد مسقط وياي ستيفن وياي قبل كانت وياي فعاليات حلوه مجانا فعالياتنا كل خميس وجمعه وسبت تصير باقي اسبوعين على نهايه رمضان استغلوها حلو عاش ايديك يلا ممنون حم فوكس موافق ان شاء الله يلا موافق هنودي حمزوز عاش ايديكم بالنهايه هذا المكان هو يجمع الطاقات الشبابيه اللي اريد اقوله بهذا الفيديو لا تقول ماكو شغل لا تقول ماكو طموح لا تقول ماكو اشياء لتفتح ابواب هيليه سوي مشروعك الخاص بهذا المكان بالمحطة هذا مو اعلان انا افرح باي مكان يكون ب طاقة للشباب افرح بكل مكان يوفر للشباب فرصة نجاح وفرصة امل لكل شاب وباقل التكاليف بالنهاية شكرا لتابعت الفيديو ادري صار لي هواية ما بسوي فيديوهات هواية محاكي لان ملتهي بشغلي بس بنفس الوقت من اشوف هيك مكان لازم اجاوب لكم اكو هيك مكان وتعالوا له هذا المكان صاير كرادة خارج فندق برج الحياة الشارع مالته تدخلوا تلقون المحطة موجودة زين اللي هو انا اعرفه يعني برج الحياة بين برج الحياة تعالوا هذا المكان زوروه شوفوه شوفوا تفاصيله وان شاء الله يعجبكم وان شاء الله تكونون من رواده تحياتي لكم وقبل ما تنسون سووا سبسكرايب لقناتي في اليوتيوب وبنفس الوقت سووا شير لهذا الفيديو مثل ما انت شفت هذا الفيديو خلي غيرك يشوفه ويندل هذا المكان تحياتي لكم حسن فهمي من قلب بغداد